السلام عليكم مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال للطبخ والحلويات اليوم نحضر معكم صينيه ديال البطاطس والكفته كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي صراحه لذيذه ورائعه بالنسبه للناس اللي كتعييهم المرقه او لا الطاجين نفضل انهم مره مره يديروا لوليداتهم بحال هذه الوصفات نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا ربعة ديال الحبات البطاطا مقطعتهم وطلعت فيهم هكا قطع صغار وطلعت فيهم الغلية غير هكا غلا الما وطفيت عليهم بصلة مشلدة زيتون مقطع كفتة هنا ديال البكري كتبقى اختيارية اللي بغا يدير ديال الدجاج أو لا يستغنى عليها على حسب الذوق والرغبة ديال كل واحد معلقة صغيرة ديال هذا تومة مطحونة جوج معالق ديال القزبر معلقة كبيرة ديال طماطم مركزه زيت الزيتون هنا عندي معلقه ديال التحميره معلقه قزبر معلقه خرقوم نص معلقه هذا كمون <applause> نص معلقه سكنجبير نص معلقه بزار نص معلقه ملح والزعتر معلقه والهريسه بطبيعه الحال بالنسبه للفرماج كيبقى اختياري شو دابا الطريقه التحضير غنجيب هنا البصله وحساب جوج معالق حتى ثلاثه ديال زيت الزيتون غنوضع الكل فوق النار حتى طيح ديك البصله مزيان انا من بعد غنضيف الفلفله على البصله والكل يتشحر مزيان كيف ما معايا من بعد ما وجدات غنضيف ليها ديك البطاطا اللي, اللي سلقت من قبل كيف ما كتليكم غير غليتها من بعد ما وضعت القطع ديال البطاطا ديالنا كنخلطها هكا مع ديك البصله والفلفله من بعد كنبدا نضيف القزبر هنا والطماطم المركزه والثوم غنضيف كذلك العطريه ونخلط الكل مزيان ها فوق النار غير حتى ديك البطاطا تشرب معنا لي كامله ونطفي عليها كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما البطاطا ديالنا شربت ديك العطريه اللي ضفت ليها غنجيب دابا هنا الصينيه اللي غدخل غد الفرن نضع فيها البطاطس من بعد غنبدا نستف هكا ندير شويه ديال الكفته من الفوق بالنسبه للكفته انا هنا اختريت بلا ما نطيبها حتى طيب نيشان في الفرن باش ما تزيدش تيبس معنا نتوما الا بغيتو طيبوها ضيفوها على البطاطا على حسب الاختيار ديالكم

بعد عن نضيف الزيت من الفوق حتى بجوج معالقات حتى لثلاثه انا بطبيعه الحال هنا ضفت زيت الزيتون ونصف كاس ديال الماء حيت كيف ما كنعرفوا البطاطا راه ما طيباش مزيان خاصها تعاود طيب ندخلها الفرن حتى طيب ونضيف ليها الفرماج ونقدموها بالصحه والراحه كما كتشاهدوا معايا سيداتي السنة ديال البطاطس ديالنا هي دي هذه كيفاش جات من بعد ما خرجتها من الفرن درت لها هكا رشيشه خفيفه ديال الزعتر كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم جربوها لان صراحه كتجي لذيذه بزاف الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله